كروان او ونكسن داوديال كسو دوادا قدبادا واركن ودور كروانو حيليغان هالكن آد كداوان دونتان جردال تدزي او اه هقاميها TDF تايا وحا او شيغي هادل انت بادن شعبك تكريغه آد اغيابيي دانك كاليه دورة دفدالاك اتوبية ايا وحا اي ددالكو بحينيسا سيدي اي كالسوني دي دونتاي اي باش عالمك اي ديب اغسو عشان هيد حوغاقه احمارده اي فانو ايا وحا اي ودان اير قدشه اي كو سامين ايان دادك تكريغه اي كو هاري ديگان دي اي كاسو بحين حوغا تي دي افتا داواد يال قودا بدا سي يكوكاله ايان هالكن يدون كلا وداقي دونا هدي اي نكو بلناولنو جرنال تدزي او اه هوغاميها تي دي افتا انت بادن اد لوغي يقاني دغالا دي حوغارا اي كاسو عدق والادا عن فرطا اي احماردنا سامين وين كلها أحانا مسكح لي كدن بيسي إن حوغة تي دي اف تايز كاسو بحان دولكا تكريغا سمركا سين اسكوب اللاريان قيلها كلا دالكا أيا وحا لوي دي سؤال إن اي دياراده درونيسكا انتا بادان دو قيمها باان كجي سين اي بفيسي دي ايجا اي كوجيرين إن اي احرين تاسي السبب او اهيد إن اسكاقا بحان غوبلادا عن فرطا اي احماردا أيا وحا او شيغي إن تاسي أي كامي تهي سببها أي كغاسو بحين وحا كلا أو سير رعيي إن سببكرا أو قرصون أي جيران أي كامي تهينا خلافات لسو شيغي إنو كدحيي حوغة تي دي افتي مدحدا أسر ريس تي بيلف تدزي أيا دنك كلا وحا أو شيغي إن يهو أي اسك الدفاع الدونان حوغة كستا أو صويرارو لكن سا أي أدول قادم واين كريي درونس كهبين يمارين حر يهبين بلوغو دقيني سمركاسنا حرسيغا وديدي انت بدن شعبك تكريغا يا رنتاسي سكا دون اوغا هاللي ايغا او وليبا اد اوغا حمادي هادالكا كسو يري هقاميها اي احا ان اي ادل قادن واين دياردها سي ايغا او لغوتو همي ان اي استان لدك دياردها كاسي او اسكاغا دعين كرين اما با اسكاغا دفاع كرين ان دياردها ان دوريمها اي لهين اي انت بدن دباتة دبان دولكو دكا جيسان اي ادي اينا اينا دنكاس ايا دورة فدراك ايتوبيا ايضونا وزير دولها أرمها دبدا رضوان حسين أيا وحا او دبلوماسيين تا ريقال بيتكا او اسكوغوية راي مقالة دا اديس أغبا يستو او ان او ورهم اي حالة دا قود اي دالكا حدا او كسو غني هاي وزير دولة أرمها دبدا أمباسا دا رضوان حسين او ورباهين تا لحل لي اما ورباحين كسين اي ورباهين ريقال بيتكا سيدا رير يوروب ميدوغ أفريكا آسيا أمريكا يوريبا باسيفيكا ايا وحا او كعصادا اني تاغارا مغلي اني سيان دولة فارغ ايتوبيا حدانا او يهي حالات دالك ايتوبيا ميد سو هغاقا اسنا مركاسينا ديبا طادي فرادة بدنايد لشيغي اي ان حدا لسو افتر اسنا مركاسينا اي سن واحدة كجرين ديبا طوينك فرادة بدن اي لغا دايرين ايو اسنا مركاسينا اي دبلوماسيين تلغو فرايو ان اي كسوك نادان قدها لكن سا اي سن تاغي كرين قبلادا عن فرطا يحمارادا الى اي انت دولة فارغ ايتوبيا اي او غرانيسو هالكاسي او لوغي هاي انت عادية باللارم اني كدعين دانكا كاله دينا مفتي افايانك وزارة اهري مهدي بدا ايا وحا او دالعين اسو جيدي ورباهين تا ريقال بيت كا اي انت بدن اندها كا فرح قعان تفر اندها كا ساران ايو اني حقيقة دا كجير تقودها دالكا يثوبية اني سو تبية دينا مفتي ايا وحا او شيغي ان جبكي وينا اي سو غاري حوغة تي بيلف ان ورباهين تاري قلبيتك اي سان كحالين اسلام مركاسين اي كأ مسيحين تاسي او كتوسينيسو ان اي جرين ارمي قرسودي اه كاسي او كدحيي تي بيلف تا يوليبا قار كميده ورباهين تاري قلبيتك افايانك ارمي هدي بدا دينا مفتي او مانتا ورباهين تاري حالي ايا وحا او شيغي ان اي توبية اي كحون تاي دباتة دا ورباهين تاي داقان حمد اي كتلقا قيان تاسي او اه ان جبكي وينا اي لوجيس تي حوغة تي بيلف ان الاي حدا ايهو ايسان انكا كالا دولو دا ايتوبيا ايا انت بدن وحا عدادس حوغ له كو هاي اي سفاردها اي لغالي او دمدا راي قلبيتك كو واسي او انت بدن كو دالي عيني اما شيغي ان دادك الشعبك اي دول كو دو دشين اسكاقا بحان دقنينا كالا دولنا انت بدن اسو ديري بلسه دينا مفتي حدا وحا او شيغي in laga bilaabo maanta warbaahinta reer galbeedka waa in ay si daacad leh uga hadashaa isla markaasina dawladda Itoobiya ay sheegtay in dulka uu nabadgelyo u yahay dhibaato badan aysan dhibaato la sheegana halkaas aysan ka jirin isla markaasina ay soo gabagabeeyeen dagaalkii ay ku hayeen xooga TPLF
إن كستو تي بي إف دول كودي أكون نقطتي دول دفرق إثيوبيين أولي إيه هالكاسي أي دقيمة بعن أي كودو جبكي سوغار تي بي إف يا أنت بدن وربعين تعدون كيا عاد وفلان قينسي تاسي أو أنت بدن لوشي جي إن جبك وين وسوغار سي أما جبك سوغار تي بي إف أي كده بيجي دول ده إمارات كعربتا إن إيران يوري بتركيا واسد أنت بدن إن أهلها سيدا كفلان قيا أي شيء برنامج كيف تستقل أرمها الصومالية وحي استقلنا إنه هي صاحب كي إليس أدب ما حسنت هاي بدن مجال البصاصة أيه حواج أبري سواح كرساس تيهو كعروس لسكو أديكسنية وحنا ماشى كبعضي حب الجوجنتي أي شلي كباقين مامل كبتلان يسمى ذا أبارة كوي تونكي يبركي هبين ما حري أي رصاصته عاد الاسكيا قاضي وحنا بالوضع الدجال قاعد وعلسة وده حي علم هذا بوتلان يقوى بي اس اف ده عدو جرنا محمد عثمان ديانو وحنا الدجال كافي اس اس كو استاجي واستاجي تدوادي سبحان ما يساك الدجال كان أي أم غضي متكحوب وينا الدجال الذي هراء دعي وحنا لبضة نعبا اسكو أديك سدين هوب كل دوان وأي هدي كلام وسواحنا كمدافع ذا الرصاصة وحري لقمة غلي جدها مجال بوصاصو وركي أن كهر إنه قابيه اللقطة العالمية أيه وحاي الشيء جان إن أي جيران دي مشي دعوة حرلة ضد جارية سديتن أيه الله شيء جاوس كوجرة أيه لبض الناعي ضد صعبة إن لجاسي أيه حرمها عفمات كي مجال بوصاصو ددوينا هكو دقن مجال بوصاصو أيه قاركود وحاي سو وجهي بركة حرلة يجو أو حافظها مجال ضد قريبة كم دهنا أي شيء جان إن أيك جو إم بيه يقارن تدي وحنا جره هو بيال كده عي قريه كم ده حافظها بوصاصو أو أي دات كل إنتان لنا عكال قرال ماان تكسو بحي حارنت مدحتوية دا بوتلان أيالو إيدي إن جرنال محمد عثمان ديانو أو هرنية عراد دا كاعلو سميادة بوصاصو بل سوحا لنا عكال لغو شاقي إن دورد دا بوتلان أي وقت سينيسو دا دا لدى لغو جرو سويد دا نبادقال يدا سين نباد لغو دمي عارنتان حلوري جنتا مدحوينها بوتلان أو أمغ عابي أقاسمها هياد بي أسف سريقو تأمين حاج خير sidoo kale qoraal ka soo baxay ee dhinaca ciidamada BSF ta ayaa waxa lagu sheegay ay ku eedeeyeen in ay eedeen kul u jeediyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland oo ku sugan magaalada Boosaaso in ay sii hornayaan baydheen colaada iyo barakacinta shacabka Boosaaso qoraalka BSF ayaa lagu sheegay in ay sugan yihiin ay ku sugan yihiin xarumahoodii ayna isdifaacayaan shalay ayay ahayd markii wasiirka amniga Puntland Cabdi Samad Maxamuud galan وكو باقي إن أي حبد لجوجيو وحانا جري اسمو إيو وحقارت كالي أو لحدا حادينا يا عرنتان وحاينا لبض نعب الشيغين إن أي حبد جوجين سمينا يان بلس حالي وقت الدنبي أي حبد جوجين تي بورتي دانكا كلام يالا المقدشو عاصمة دا صوماليا وحامان تسو قاري وفد علوس أو كسعودة الرقوالات كإيقات كاسي أو أوهر كعيو حقايها فلنتا أورر كاسي wafdigan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee aadan cade ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka waxaana dib loogu galbiyay madaxtooyada xubnaha ka socda igad ayaa kulan hordhac ah la qaatay wasiirka xuseenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xamed abd xasan waxayna ka wada hadleen xaaladda dalka sidoo kale waxa ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha oo xafiiskiisa ku qaabilay waxayna ka wada hadleen xoojinta wada shaqaynta igad iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo dhaqaalaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay hirgelinta xarunta sare ee igad ee ay adkeysiga iyo afooyinka iyo ilaalinta deegaanada oo igad ay Muqdisho ka furtay xaruntan waxay taageeri doontaa hirgelinta qorsheynta khataraha cimilada ee dalalka gobolka ee ku buhoobay igad waxaa sidoo kale is arki doonaan xubnahan wakiilada beesha caalamka ee fadhigood yahay magaalada Muqdisho si ay ula yeeshaan wadahadalo ku aadan arrimaha taagan imaanshaha Soomaaliya wafdigan ka socda igan ayaa ku soo aadaya xilli dalka ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay doorashooyinka bilowday ee goobaha golaha shacabka ee dalka si kastaba Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda kala guurka ee ka dhalatay muranka doorashooyinka ay wari isku hayaan xubnaha mucaaradka iyo dawladda dhexe wad maasantahay ilaa daawadeel waxa intaasina wadan war wax dhalay dibadda soo gaaray halkan aan idinku la wadaageynay intan warka mid ka xigo ku kulmeeyay ee beedno nabad gal